دائما علامات غاديو الإذاعة القريبة منكم أنتم في الاستماع البرنامج بكل وضوح. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. أهلا بك بروفيسور. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. اليوم غادي نتكلموا على ظاهرة الانتحار عند الكبار، يعني تزايدات ظاهرة الانتحار عند الكبار بشكل كبير، وهي للأسف ظاهرة مؤلمة ومحزنة، ما كيمرش علينا يوم واحد حتى كنسمعوا في وسائل الإعلام المختلفة على أنه زوج أو زوجة ولا فتاة ولا شاب يعني انتحر. بكل بساطة كيوضح الشخص حد الحياة ديالو أمام أي مشكلة كيواجهها، سواء البسيطة منها أو الصعبة، ما كيقدرش يواجهها أو لا يحلها، كيفقد الأمل وكيفكر في الانتحار. فبروفيسور، شنو هي يعني أهم الأسباب أو الحدة ديال الضغط النفسي اللي ممكن يدفع الشخص على انه يفكر في الانتحار والموت بهذه البساطة؟ واش كل هاد الاشخاص اللي انتحروا يعني كان عندهم اضطراب نفسي هو اللي ادى بهم الانتحار؟ هو كيف الحمى كان قدروا نتصابوا بها في اي مرحلة من حياتنا؟ ما كاينش واحد مرحلة من حياتنا في الطفولة مثلا ولا في الشباب غادي نمرضوا بالسخانة، ولكن ملي غادي نكبروا ما بقاش تجي السخانة. السخانة تاني مرض بها الانسان منها كيتزاد حتى كيتوفى. هو المرض الوحيد اللي ما يمكنش الانسان يلقى ليه شي دواء مسبق. ما يمكنش تاخذ شي دواء باش ما تمرضش من السخانة. تاخذ اللي خديتي تجيك سخانة تجيك سخانة. فكذلك الامراض النفسية. من 6 شهور الخبراء لقوا بان الطفل الرضيع 6 شهور كيدير حالة الاكتئاب النفسي. من 6 شهور. ما كيفهمش علاش ماما خلاتو باش تخدم، ما كيفهمش علاش داتو لواحد البلاصة يقابلوه في المربيات، ما كيفهم. فملي ما كنعطيوش واحد المعنى الفعل، واحد ماشي غير فقط نعطيو معنى، المعنى الصحيح، لان كاين المعنى اللي انت وضعتيه لحياتك وكاين المعنى الصحيح اللي موضوع لحياتك. عرفتي باش توصل ان الانسان يلتقي المعنى الصحيح لحياته، هذيك راه ينجح. فالجنون إنسان كيحماق، جنون. أخبركم بأن الجنون إنسان كيحماق راه حل باش ما ينتحرش. سي اون بولسيون دو لا في. فرويد كيقول لك لا فولي سي اون سي لا ديرنيير تونتاتيف بور انسكريغ لو سوجي دون لا في. ملي كيحماق إنسان كيتسطى، هذاك راه هو آخر حل مشى ليه قبل ما يخسر راسه. فشنو هما الحوايج اللي كيدفعونا للحماق، وشنو هما الحوايج اللي كيدفعوا، حيت الانسان ماشي كل شيء كيقدر يحماق، راه حيت العقل شاد شغله، قرايه الانسان وطاقته شاد، ما تخليش يحماق، ولكن تيمشي وكي تيدير ما هو اكثر. العوامل كثيره، انه الله سبحانه وتعالى يقولنا ورفع السماء ووضع الميزان الا تطغوا، صيغه الطغيان. شنو هو شي انسان طاغيه؟ صيغه الطغيان هو الانسان اللي ما تيتقبلش صيغه الضعف، كيتقبلش الفشل، كيعتبر الفشل ماشي من نصيبه هو، كيعتبر الفشل بحال شي لعنة وخصو يحاربها. فانت تلقى ناس كيتزوجوا من عائلات ماشي من سهمهم، راه الناس ماشي بحال واحد درويش عود يمشي يتزوج درويشة، كيمشي يتزوج بنت اللي عائلتها ماشي اغنياء في السيولة، ولكن اغنياء في السمية وفي العقار، ولكن ما عندوش السيولة والو، توقف عليه غير على 10 درهم ما عندوش. ويجي يمشي واحد هكا، الناس اللي قراو شويه ودار شي وضعيه هكا، ومشي يخطب بنت اللي مولفه 4 الخدامات ولا 5، مولفين الناس ياكلوا الفيلي ويلوحوه، يفطروا في الصومو ويلوحوه، وشويه كيجي هو وياخذ بنت عجباتو. ايوا عجباتك غتحمقك. كيفاش غتحمقو؟ خصها تعشى 4 نوبات في السيمانه في الريستوران، خصها تاكل السوشي، خصها تمشي دير العطله ما عارف فين الموضع، وخص ولادها فين يقراو، لانه خصك تستحق اخويا انت هذاك السهم، والسهم راه كيتقب. فكاين الناس كيف تيقول العربيه تتعلق فين تفلق، كيولي
حداه المدارس المتوسطة ديال الدراوش وهو تيجي يجبد يمشي لمدارس أخرى، تيولي سكينة دراوش لا ما باغيش تكون دراوش خصو تا هو الفيلا في الكارتي الفلاني، وداك الشيء ملي غيجيب هاد الجهد. فسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم في سورة البقرة في الآية 123 واحد الدعاء تيقولوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف الدعاء فيه يعلمهم الكتاب هي الأولى والحكمة هي الثانية ويزكيهم هي الثالثة. هذا الدعاء، شوف الاستجابة، الله يستجيب لهذا الدعاء. في سورة آل عمران يستجيب في الآية 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شتي الأوردر ما بقاش نفس الترتيب، الدعاء فيه يعلمهم الكتاب هي الأولى، الاستجابة يتلو عليهم آياته ويزكيهم هي الأولى، ويعلمهم الكتاب اللي كانت في الدعاء هي الأولى جات هي الثانية، والحكمة اللي هي الثالثة خلاها هي الثالثة. علاش جاب يتلو الآيات ويزكيهم هي الأولى؟ جاب التزكية، تلاوة الآيات هي أنك تقول الإنسان أنت لقوي، عندك تحب القوة ديالك، أنت ذكي راه بتوفيق من الله، أنت ناجح تيسير من الله، دائما تتذكره بالعنعنة. وهنا كاين بين يد لي بارانوياك اللي هما ناس تيعنعنوا من أنفسهم، وهادو اش غيقول فيهم القرآن الكريم؟ غادي يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وغادي يقسمهم الله على ثلاثة ديال الأصناف، فمنهم ظالم لنفسه هذا الصنف الأول، ومنهم مقتصد هذا الصنف الثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الصنف الثالث، ذلك هو الفضل الكبير. هاد ثلاثة الأصناف شوف اش بدالينا، فمنهم ظالم لنفسه، شكون هو هذا الظالم لنفسه؟ هذا هو اللي أعطاه الله الميزان وقال له أن لا تطغوا في الميزان، ومشى قال لك قادر يشد لك ليبر. فرونسوا توسكيس واحد البسيكياتر لو بخومييي اللي استطاع يدير اون ديمونسيون دو سوا بلا ما يبقاو لي مرض موطو في لازم بسيكياتريك، هو أول واحد دارها في فرنسا، خرج لي مرض موطو من لوبيتال بسيكياتريك وداهم لي زاتوليي، خرجهم للطبيعة وخرجهم للفلاحة وخرجهم كذا. جا عنده واحد لو ثيرابوت قال ليه شنو هو لا كونكلوزيون ديال لا ثيرابي باش نعرف، قال ليه نهايتها في العلاج، قال ليه تعلم ويطيح الا قدرتي هذاك السوانية اللي كترافقه تعلمو يطيح وينوض، قال لي نجحتي في العملية ديالك. عندك تحب قال لي العلاج راه شي حاجة أخرى، هو تعلمو يطيح وينوض. هو يطرح عليه سؤال قال لي ملي كتمشي انت على رجلاتك واش ما كطيحش من رجل اليمنية على رجل اليسرية وتعاود تشد رجلك؟ قال لي شتي هذاك المشي هذيك راه تطيح وتتنوض بلا ما تتعيق. قال لي غاد دماغك تيوقفك مرة تحتي من رجل اليمنية تنطيح وعلى رجل اليسرية ونعاود. شتي هذاك الميزان، هذاك الميزان ديال نص طيحة كيف تيقولوا مصريين على واحدة ونص. فناس ما كيقبلوش يقراوا الميزان ديالهم، كاين اللي كيمشي بميزان ديال النصارى، كيمشي بميزان امريكان، كاين اللي غادي بميزان جابون، وانت ميزانك ما عرفوش، انت شلح، انت عربي، انت زياني، انت سعيدي، انت كذا، ما عرفش ميزانك، والو ما عرفوش، تيقلب. ملي كيبدا الانسان داخل في شي في شي في شي في شي حوايج ما هماش، حيت دائما كاين اون لاتر، واحد الرساله مرسوله، عندك تصحاب راه تنقراو حيت زعما راه حنا باغيين نقراو، عندك تصحاب راه كنمشيو ناخذوا الخدمه حيت باغيين نخدموا، عندك تصحاب راه كيمشي للسياسه حيت باغي السياسه، عندك تصحاب راه كيمشي للسينما حيت باغي الفن، عندك تصحاب راه عنده رساله في خاطره راسل لشي واحد. انها ملهمتي، شكون هي؟ امي، صاحبتي، مرتي، ولا السر المكنون المكنى به هي؟ كل واحد غادي يغني الملهماته، واحد غيغني صاحبته، واحد غيغني لمرته، واحد غيغني لمو، واحد غادي يغني للسر المكنون اللي موزون على ميزان هي. هذيك هي الكلمه الطيبه
ولا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. شي صيغة الثبات، حيث لا كانت صيغة الثبات راه كاين صيغة جتت. ما معنى جتت؟ يعني ما شاداش. فالأفعال ديالنا، كاين اللي قرا لمو، كاين اللي نجح لبواه، كاين اللي دار لي زافير لمرتو ونسابو، كاين اللي مشى دار الفلوس واحد الحبيب من تافيلات تعاون ليا ولدو الكبير، وهادو من الأعيان ديال البلاد، دار الخير ودار الدنيا ودار الفلوس. جا واحد قال ليها الحاج وتبارك الله الخير وكذا وكذا، قال لي والله وليديكم ما كان على عيني الشميت لما درنا الدنيا. ما قال لي ما تستاهل، قال واحد يديرها كاع ها باش نسكتو شي شميت، قال وليدي درناها باش نسمبو طحن الدراع وصافي، ما وليدي ما تستاهلش كاع واحد يديرها. قلت له والله الله يرحم الحاج هذه الكلمه. وحنا اش كيقول لك؟ وانا وصلت ل 50 عام باقي ما درتيش، وراك وصلتي ل 40 باقي ما درتيش. ضغوطات، شتي هاد الضغوطات هادي؟ هذيك الرساله، هذاك الامر لمن ندير في الاول؟ الى انا يا عايش لنفسي وعايش لربي وعايش لجلت لنفسي، ما قلتش ربي هو الاول. كاين بعض الناس كيسحاب غير يقدر يوصل المقام يعيش مع الله سهل، ما غتخليكش نفسك، انت خصك حتى تربي الجحيش باش ما يبقاش يحرنط ويبدا غادي متكايس عاد غتديك. يقول الفقيه البوصيري اتخذوا من انفسكم مطاياكم الى الرحمن، يعني الا ما دربتيش المطيه، الا ما طوعتيش العود غادي يفزعك. فلهذا خصك تعيش بعد واحد القسط. لهذا تيقول الله في القران فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. لاحظتي وضع مقامه هو من بعد قال لك تسالي امور نفسك، تسالي امور تدوني كيف تديروا شلوح. فهذا الانتحار هذا شنو هو؟ صباح اصبحوا ناس في الاول ما ردوش البال، ما كلمهمش انا، ما كلمهمش واحد الاب الله يحسن عوانه واحد الام وقع، لا ما كلمهمش انا الناس. انا تنحلل تنفسر، كل واحد الله اللي عالم به وعالم ظروفه، ما كلموش حنا، ما نقولوش هذا غلط وهذا صحيح. حنا كنقولوا لهذاك اللي جاي في طريق، اللي شاد طريق الحياه، باقي عنده 20 عام، باقي عنده 25، باقي عنده 30، باقي ما حصلش في الغيران، باقي ما قلتش في المراجي، باقي رجليه ما حصلوش في الغيث، هذاك تنقولوا ليه عندك تظن راسك راه غتقدر تكون ايكيليبريست. شكون هو الايكيليبريست؟ ولا في السيرك كيبقى يدير جونغلاج، كيبقى يدير كيلعب ثلاثة الكواري وأربعة وخمسة وستة. سير شوف دماغه شحال المجهود كيدير. حنا ناس كنقلبوا على الايكيليبر، كنقلبوش نكونوا ايكيليبريست، لانك كاين اللي هو داير الايكيليبريست وكيسحب راسو داير الايكيليبر، ولكن انت عندك ديك الساعه 25 عام يمكن لك تبع خمسه الكواري وسته وسبعه وعشره، ولكن انت غادي كتضعف الكشوف وتدخل في 36 وكتدخل في 38 وتبدا الراس يطيحوا، وكاين اللي يدير هذاك السنان ديال الميكا وكيبقى الظهر تي هذا ومازال تابع ست كواري سبعه كيلعب بهم. شو كطيح الاولى تطيح الثانيه تطيح الثالثه وتيتحناها ويهزها وتيطيح معاهم وينوض. وتخيل سيد في عمره 65 عام جاي جالس قدامي في المكتب، الله يخليك يا استاذ ساعدنا، راه عايشين ظروف قاسيه، راه الفلوس ما نبقاوش قادينا وحنا محنين، شحال تتربح سيدي؟ وعندي شي كراوات كيدخلوا لي القدر والقدر، تبارك الله هادشي فيه الخير هذا. ولكن الدري الواحد راه تيقرا في فرنسا كيدير لي القدر والقدر، واختو راه تتقرا في واحد الموضوع ما كيبقاش كيخرج عليه الله يرحمك. وقع ديما ديماك الله يعاونك يا شريف. انتم حمقين، انتم فلسعين، واش انا ما عندي ما ناكل؟ وناكل بالكريدي، ونمشي نرغب بالجزائر وناخذ بالكريدي، ونرغب الديسير وناخذ بالكريدي، والصيدليه بالكريدي، والحوايج بالكريدي، باش ولدي يقراني في فرنسا ولا يقراني في انجليز. مريرة خلوني ساكت وحشمان غنقول لك دراسي. يخرج عليا شريف الله يرحم باك. إلا ما عرفتيش تقول لولدك وتقول لحياتك وتقول لمرتك قدرتك، انت ماشي راجل يعقل. عندي ربعه الكراوات باش نعيش بخير، تخيل 65 عام يعني اش بقى ليك من زيد فين؟ 65 عام يعني خصي يتكايس الانسان على ما بقى ليه باش يقاد الصحه مع العمر؟ لا، تابع الرغبه ديال مرتو اللي مطوعها في الدري، والدري مطوعها في راسه في مقلاع ومطوعين بعضياتهم، وفي الاخر غدا غتسمع شي واحد فلاشه فيهم.
إذا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل إعلاني وغادي نرجع مباشرة نستقبل مكالمتكم الهاتفية على 0522 46 72 50 51 52 أو 0522 43 00. إذا غادي نمشيو نستقبل مكالمتكم الهاتفية على 0522 46 72 50 51 52 أو 0522 43 00. غادي نفتتحوا باول مكالمه معنا سعيد من اكادير. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ بخير الحمد لله. بارك الله فيك الاستاذ ديالنا. كي داير؟ لاباس بارك الله فيك. لاباس عليك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. احنا لينا الشرف اننا نهضروا معك. مرحبا شريف. مرحبا. شرف كبير. الله يخليك ويطول عمرك. بارك الله فيك. احنا من المتابعين ديالك وكنستافدوا من يعني من الاراء ديالك. احبكم الله ويرحمكم. كنعملوا بهم في الحياة ديالنا. انا شنو العمل ديالك؟ انا باقي كنقرا. تبارك الله تبارك الله. شحال شنو المستوى الدراسي؟ السنة عندي السنة الثالثة. الإجازة عندي هاد السنة. وخيال كلنا. تبارك الله. اين تخصص؟ عندي القانون والدراسات الشرعية. الله يهدي عليك. الله يهدي عليك. وكنقل لك نيت يعني التحية ديال واحد العدد ديال الطلبة هنا. مرحبا مرحبا. دير شي زيارة. والله تا غنجيبيني لا أكادير عزيزة عندي وعندي حباب تما كتار كتار غير شوية ديال الالتزامات هنا في الدار البيضاء. حنا راه كنتازوك ما عمرنا يعني شي زيارة لشي. لا لا غادي نجي غنجي إن شاء الله. كاينين محاضرين ولكن شي دريبي مع الله. والله غالبا خويا دايما معايا التزامات شوية عندي عامر الوقت هنا. ايوا مرحبا بك. الله يخليك. الله يخليك. احنا انا بيت يعني نواب الدكتور وكان احنا الصراحه اللي كيعجبني هو انه كمحلل نفسي يعني عنده كيوضح بعض الايات القرانيه وبعض الاحاديث كتكون في محلها وحتى التفسير اللي كيعطي هو تفسير يعني في محله. فاللي كنشوفه انا هو انه العدد ديال هادو دكاترة نفسيين كيكون عنده تحليل نفسي جيد ولكن فاش كيجي يستدل بشي آية ولا بشي حديث يعني كتقول يعني كون يسكت يعني كيجيب شي آية كيقلبها ولا كيقول لك قال الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات. الله 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 الله. والعدد ديالهم ما عندهمش ما عندهمش ولكن بالعكس الدكتور يعني هذا شي هادي شي حاجه زوينه. حنا في الدومين ديالنا هو الدراسات الشرعيه وكنستافدوا منه. لا لا كمحلل نفسي يعني كنستافدوا منه وكاننا كنتصنتوا لشي هو يعني هو ولدي هو ولدي راك واقيلا لمستي الاتجاه اللي كان وضع فيه التحليلات. هو كاين مدارس نظريه اللي كتوجه التحليلات العالميه. كاين مدرسه ديال بانيل، كاين ليكول بسيكاناليتيك، كاين بزاف المدارس. وعندنا حنا المدرسه الاسلاميه. فالعالم كله محتاج الان جميع المدارس تجتهد باش نقدوا الانسانيه. لقيت انا بعض المسلمين كيستعملوا المدرسه الاسلاميه فقط للصلاه والعباده. كيستعملوها لما هو حلال وما هو حرام. صافي وسدوا هذاك الخزان. وحنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا تيقول لك ان في القران فيه كنوز فيه كنوز تدبروه يعني قلبوا عليها. فملي كتشوف غير هذا الترتيب اللي الايات اللي حنا وضعنا اليوم ترتيب ديال الدعاء اللي في سوره البقره في الايه 129 ملي كيقول ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الاستجابه ما استجب للدعوه ديالهم. الله سبحانه وتعالى استجب لسيدنا ابراهيم واسماعيل ولكن ما استجبش في الترتيب اللي طلبوه هما لانه هو العلم ديالو ارفع وادق من العلم ديالهم. فمن اللي غيستجب يتلو عليهم اياته ويزكيهم. هما طلبوا ويزكيهم في الاخر ديال الدعاء قالوا يعلمهم منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم ودعاء في الاخر ولا سيدي ربي سبقها. فهنا لنا نطرح سؤال شنو هي هذه الزكيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غيزكيهم كيفاش غادي يزكي؟ بطبيعه الحال المسلمين تيعرفوا البركات النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات الخفيه انه في حرب الخندق كان الطعام قليل في المدينه وكان يعني الكفار حاطوا بالمسلمين كانوا قلال وداروا عليهم واحد الحصار اقتصادي باش يخنقوهم من الناحيه ديال المؤن وعاد الحرب القتاليه جايه.
فما بقاش عندهم طعام في المدينه. فواحد الصحابي قال له صلى الله عليه وسلم عندي في داري واحد الحمد بالبوله، ما غاتكفاش الناس بزاف، ولكن الا جيتي انت معايا نمشيو انا وياك ومولات الدار والوليدات عندي ونطيبوهم، لانه شاف النبي صلى الله عليه وسلم جيعان. فكان صلى الله عليه وسلم كيوضع حجره على كرشو من اليمنيه وحجره صما على كرشو من الجهه اليسريه، وكيحزم بالعمامه باش يثبت كرشو من الجوع. فملي مشى للدار ديال هذاك الصحابي وعطاه هذيك الحفنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مدها ليا، شدها هو في يده ودارها في البرمه ودار عليها الماء والملح وبدا كيطيبوا فيها. عطاه المالين الدار كلاو وعطاه للناس اللي معاه وبقى تيعمر وتيعطي. وهذاك الصحابي كيشوف هذيك البرمه ما بغاتش تخوى، هو يقول لي رسول الله راه عطيتك غير حفنه، قال لي يا ريتك وعايز كثير كنت غادي نوكل الناس المدينه كلهم. دابا هاد الذكيه هادي راه معروفه، هادي الذكيه الظاهريه، ولكن راه كاينه الذكيه باطنيه غنلقاوها في سوره التوبه في الايه 61، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، لان كان كيسمع اي واحد كيجي عنده كيسمع، وكانوا كيقولوا عليه انه يعني على اللي جا كيسمع ليه، ها هو الله غادي يجاوب في بلاصتو لانه مؤدب وكيحترم الناس ما كاينش كيجاوبوا، ولكن الله لا يسأل، الله لا يستحي من الحق. قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. شد الذكية الباطنية، شوف الله في غوضها، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ماشي يؤمن بالمؤمنين. هنا فين كيبان دور الآباء والوالدين، وهنا واحد النقطة اللي كتحير بزاف ديال المسلمين وديال المغاربة القاتلين بالخارج. فتيقول لك المغاربة والمسلمين برا على المغرب كيصليو في الجوامع وما كيشربوش الشراب وما كيكميوش الكارو وما كيديروش كذا، وملي كنجيو للمغرب كنلقاو ناس كيكميو وكيشربوا الشراب. شتي علاش؟ واحد الفتاة مغربية يعني زادت في فرنسا وقالت لي انا ما بقيتش حامل نبقى في المغرب، لان قالت لي احنا في فرنسا كنا ما كنديروش كذا ما كنديروش هذا، وجيت للمغرب لقيت قلت لي هادشي كيصدم ومنافقين وكذا وغايضه، بقيت ساكت. قلت لها تما فرنسا كنتو كتنوبوا على راسكم، كنتي لما صليتي ما يصلي معك حد، لما صمتي ما يصوم معك حد. قلت لها هنا مبصرينهم المؤمنين الاخرين، المؤمنين الاخرين كينوضوا كيصليوا الفجر، المؤمنين الاخرين كينوضوا كيصوموا. فقلت لها راه كاين ثلاث اصناف، كاين الظالم نفسه، كاين المقتصد، وكاين سابق بالخيرات. ماشي سابق للخيرات، الله قال لنا بي سابق بي. قلت لها ما هو السابق بالخيرات؟ راه يقدر، وهنا ما كنعنيوش بها انه اذا باش يمشي الانسان يشرب الشراب ولا يكمي، راه يقدر في واحد اللحظه من حياته يكون عاصي. المسلم واخا يمشي يشرب الشراب ولا راه كيبقى عاصي ما كيبقاش كافر. يعني صافي راه امن وليه والديه ومامن ليه النبي صلى الله عليه وسلم، راه مؤمن هو، ولكن الفرق ما بين العاصي والطائع ان هذاك العاصي كيدير الحرام وكيدير الحلال، وواحد الطائع كيرتكب غير الحلال وكيقدر يطيح في المكروه، والسابق بالخيرات هذاك مصفي عنده الشغل. فقلت لها لا لا لا، راه يقدر هذاك الشخص اللي كيكمي الحشيش ولا يشرب الشراب ولا يزني واحد النهار تصيبو الرحمه الربانيه ويتوب عليه، ومن فاجر يصبح صالح. ها قلت لها ويسبق لك كاع وغتنزل على فيهم اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، لا تفرج كوفيسيون روتور. ولكن هذا ما كيعنيش ان الانسان يمشي تمادى، لان ما عرفش الاجل ديالو، يقدر يمشي تمادى هو نهار اثنين ويموت هذاك النهار، هات ولا عاوتاني في حاجه اخرى. إذن مستمعنا مازال غادي نواصلوا باقي المكالمة دائما في برنامجكم بكل وضوح، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي بعد الفاصل. إذن نبقاو دائما مع أوفي أنا بأكادير، معنا الحسين. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. مرحبا سيدي الحسين. مرحبا بتواصلك. تفضل. بخير. مرحبا سيدي الحسين، بخير خويا. الله يحفظك الحمد لله. إذا أنا شغل عندي واحد المشكل كيزرني راسي بزاف. كيفاش؟ كيزرني راسي ما عرفت علاش. الله الله، شحال في عمرك سي حسين؟ عندي 21 سنة. وهاد استشرتي شي طبيب العام؟ شفتي شي مثلا؟ لا
ما مشيتش بنمشي عند الطبيب الثاني ولكن طلب لي التمثيل ما لا بعدا غتمشي للطبيب العام عفوا ولدي الحسين غتمشي للطبيب العام هو الاول باش دير تحاليل خاصك دير ان بيلون تشوف واش كاين شي حاجه في الطونسيون واش كاين السكر واش كاين شي خصاص في شي معدن من المعادن الاساسيه للذات اول نصيحه نصحك عفوا ولدي بالميدسان جينيراليست سير غير عندك حيت فاي درت فاي درت كتابه عندي في 2000 ولا 2005 درت كتابه وكنت شايف راسي ولا راسي بحال عجينه ولا رطب الله الله شحال الوقت باش داز هادشي على الحديثه؟ قلت في 2005 واقيلا عندي شي 10 واقيلا شي 15 تبعتي عند شي نورولوج لا لا واحد ما مشيتش عنده لا ما عنديش باش ندوز لا اولدي راه كاين في 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 مستشفى ديال الدوله الله يهديك الله يا ولدي اي موجودين تما النورولوج الله يا ولدي واحد ما عرفتش خلي لي التليفون ديالك ولا الايميل ونصيفط لك السميه ديال واحد ولا جوج هي الاعصاب تمشي هي طبيب الاعصاب نورولوج تمشي باش يشوفوا ناس شنو كاين يا ولدي في الفقرات ديالك في لينير وهذا الشيء هذا في واحد المشكل اخرى كتكون فيها واحد الخلعه ديما اي حاجه تدق عليها كتشد هذيك الخلعه ما تخرجش ودابا واش كظن دابا كاين واحد لو سندروم سيشيك سميتو لو سندروم بوست تروماتيك هاد لو سندروم بوست تروماتيك اي واحد تعرض لشي فزع ولا لشي مرض خطير ولا شي حادثه راه الا ما تبعش اصلا باش يتعافى من المرض ومن لو سندروم بوست تروماتيك غادي يبقى دائما فيه هاد الاعراض فهنا عفوا ولدي لابد هما راه نيغولوغ يعرفوا هاد الامور راه غادي يعرف بان عندك الصدمه وغادي يعرف عندك يعني المضاعفات ديال الحادثه وغادي يعرف بانه راه غتولد هاد المضاعفات سندروم بوست تروماتيك اللي كيكون من الاعراض ديالو هذاك الخوف المفرط وكيبقى الانسان بلوكي ودائما عنده افكار سوداء ويبقى يتخيل وشي حوايج هادو لي سندروم بوست تروماتيك ما ساهلش اذا تحياتنا لحسن من اكادير غادي ناخذ مكالمه بروفيسور ومن بعد غادي نتوقفوا مع الفاصل الموسيقي معنا هند من الدار البيضاء الو السلام عليكم وعليكم السلام واش سمعتوا هند كيداير لاباس لاباس الحمد لله مرحبا لله فيك شكرا سي دكتور لاباس عليك مرحبا لله بارك الله فيك الله يبارك فيك انا دابا كنحس قلبي كيضرب الله 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 خير ان شاء الله خير الله يرحم والديك انا يا ام متزوجه وعندي جوج ديال الوليدات 5 سنين وعامين عندي باك بليس دو ما غنقولش بليس دو لانني ما شديتش الدور ديالي اني خدمه كان سيستم موديلير وما كملتش كنت اون باراليل كنخدم وهذا اللي بقات فيا القضيه ديال القرايه اني ما كملتهاش من بعد سحبت الباك ديالي ملي حاولت اني نرجع للكليه قالوا لي لا الباك ديالك صافي قديم دابا انا عاود تسجلت باك ليبر باش نعاود نبدا هذه المرحله ديال لافاك نكمل لافاك المشكل اللي عندي دابا انايا كنت خدامه يعني من ديك الساعه اللي كنت كنقرا دابا شي 10 سنين هادي جلست دابا انا هادي شي من لو موا اون جلست وما بقاتش عندي الرغبه انني نخرج من الدار صافي ما بقاتش عندي الرغبه انني نخدم ولكن في نفس الوقت يعني ماديا محتاجه انني هذا بالصدفه سمعت الترافاي دوميسيل ودخلت كنقلب وهذا ولكن لقيت راسي دخلت ما بقيتش عارفه ندير الا نقلب وهذا الشيء علاش عيطت بغيت الله يجزيك بخير الا كان عندك اولا قبل ما تبداي العمل في البيت في دوميسيل بغيتك دير لا فورماسيون ا دوميسيل كاين دي سيت cned.fr cned.fr سي يعني سونتر دونسينيمون ا ديستونس هائل في فرنسا يا ريت يا ريت يا ريت شي نهار تنوض شي همه عاليه عندنا في المغرب ويشمروا شويه الناس يديروا شي حاجه بحال هكا يا ريت يا ريت بقاو حنا كنا نقولوا الدعاء تاع ربنا اتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ف غتشوف انفورماسيون في لو ترافاي دوميسيل نيت حيت حنا المسلمين نتبع وصايا الامام البخاري باب وجوب العلم قبل العمل فلو ترافاي دوميسيل عنده القواعد ديالو فغتمشي تقلب على فورماسيون بور لو ترافاي دوميسيل فملي غتمشي للسيت ديال الكناد غتلقى دي فورماسيون تيليشارجيهم فيهم واحد المساهمه ماليه سنويه ما كثيراش بزاف الناس اللي باغيين الخير للمواطنين ما كتفوتش 2000 درهم لا فورماسيون في العام الا فرقها الانسان على 12 شهر
كتجي واحد حاجه قليله. ف خاص القواعد ديالو، شنو هما لي زوتي لوجيسيال اللي يخدمهم الانسان، كيفاش غيدير لا فاكتوراسيون، شنو هو لو مود جوريديك، واش بيرسون فيزيك، يعني خص الانسان يعرف الاطار القانوني ويعرف الاطار التجاري ويعرف الاطار ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان، اللي غيولي هو مدير دراسو. فغتولي فيها 4 فونكسيون، غتولي فيها لا فونكسيون فيمينين، لا فونكسيون de l'épouse, la fonction de la maman et la fonction de l'opératrice. Là, هنا hein, باش تلقى الميزان ورفع السماء ووضع الميزان، اللي غادي خصنا نشدوا الميزان هادو اربعه. ملي كانت غي ربات بيت راه كان عندها ثلاثه وحده فيها الادغام. كانت هذيك ربات بيت راه لا فونكسيون ديال لوبيراتريس كانت مدغمه في لا مامون. اما ملي غتولي اوبيراتريس تتعمل في البيت ديالها، هنا غيصبح عندها اطار قانوني، خصها دير شركه في سميتها بيرسون فيزيك، ولا اس اي ال اسوسي اونيك، ولا اس اي ال مع راجلها فيها دوز اسوسي، يعني خص واحد الاكسبير كونطابل. كاين حويجات اللي خصنا نقدوهم عاد تدخل في العمل دوميسيل، ماشي يجي انسان يدخل عشوائيا كمسا، راه ماشي فلاحه غيدوز انسان غادي يحصد وغيمشي، لا راه غادي يبقى يداولها غيداولها، غيولي فيها بيع وشراء، غيولي فيها حويجات. فالانسان يدرس لها القواعد ديالها ويتوكل على الله. مستمعينا فاصل موسيقي ونرجع مباشرة نواصلوا برنامجكم اليومي الاجتماعي بكل وضوح. إذن نمشي مباشرة نواصلوا باقي المكالمات معنا. سميرة على الخط من دربيدة. ألو سميرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس أنا لاباس. مرحبا لالا. ماما مبارك دريبي لاباس. لاباس لالا سميرة مرحبا لالا. الحمد لله ونشكره بزاف بزاف على واحد النعمة عطاها لنا الله اللي هو أنت. أحبكم الله سلام أختي والله والله الله. قبل ما نعرض عليك المشكل ديالي الله يستر عليك، عندي واحد الطلب ان شاء الله نقدر ناخذ الا كان ممكن النيميرو ديال الكابين داك باش نجي ناخذ واحد الرونديفو واخا يكون بعيد الله يستر عليك. ان شاء الله اختي، ان شاء الله بنتي، ان شاء الله. المشكل ديالي انني كنتعصب بزاف. شحال في عمرك يا سميره؟ عندي ستة بنت 87 وعندي جوج وليدات، واحد 4 سنين ونص واحد 6 شهور. وهاد التقلقه هادي منين تبداتك؟ يعني تقريبا من نهار هذا سميتو ولدت لقيت راسي شويه كنتعصب، يعني الحمد لله المرحله ديال الطفوله ديال ولدي داك عامين وهذا دوزت معاه مزيان الكبير هذا، ولكن من بعد بدا هادشي باش بدا كيقرا وداك الشيء وليت شويه حسيت براسي كنتعصب معاه بزاف، لدرجه انه حسيت بيه حتى هو معصب، ولكن انا كنحس براسي مركبه في هذيك العصبيه يمكن. الله الله، شنو العمل ديالك لاله سميره؟ مربى كبير. ابا 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 ومعمره بها وقتك ومعمره بها خاطرك؟ شنو هو العصبيه؟ لا دابا ربات بيت راه غتشغلك غتشغلك هاد الاعمال ديال البيت، غتعمر لك استعمال الزمان. نعم يعني ولكن واش خاطرك لاقي الراحه في هاد الاشغال ديال البيت؟ يعني الاشغال البيت ماشي مشكل، هو شويه العصبيه انا عايشه مع الناس. لا لا عايشه مع الناس مع نسابك. وكثر شويه في الدار يعني ضروري شويه العصبيه ضروري شويه يعني ما كتلقاش راحتك شحال من حاجه بغيتيها، يعني ديك العصبيه حسيت براسي وليت كنسى بزاف، وليت يعني ولدي الا دار شي حاجه واخا تافهه كنضربو، كنحس بداك الدم اللي كنشوفو مسكين هكا ساكت ولا ما دارو، كنقول صافي ما بقيتش عمري غنضربو غنبدا معاه من جديد، ما عمري نضربو غندير ليه خطا وهذا، ولكن بدون ما نشعر بعض المرات كنوض كنبدا نضرب فيه ما كنعرفش علاش. ما حاولتيش تخدمي شويه؟ لا ما يمكنش الراجل راه في الفكره ديال انه نخدم، يعني بغاني نبقى في الدار وقابلي وليداتو. ما كاينش شي تجاره ديرها مع صحاباتك؟ لا ما يمكنش. لا علاش؟ وحده تجيب السلعه والاخرى تفرقها؟ لا لا هو راه ديك الفكره ديال انه نخدم نهائيا، يعني انه خدمي في الدار نهائي. خدمي في الدار، جيبي السلعه وصحاباتك يجيو ياخذوا من عندك ويفرقوها ويجيو في العشيه ويجيبوا لك الروسيطه ويجيبوا لك هذا، علاش ما ديرهاش شي حاجه بحال هكا؟ لا ما عمري صراحه جربت. حيت انا بغيت نبعدك شويه على المسؤوليات الوليدات وديال الدار، واخا وعاد 3 ساعات في النهار. المشكله دابا انا كنعرف كنعرف النساء اللي خيطات في الدار، كنعرف النساء اللي كيبيعوا هذاك الزيت ديال اللوز وكيصيبوا كيقطروا الوارد وكيقطروا حويجات. فهمتك دكتور، ما تخليش وقتك غير العمل، العمل ديال البلاد. انا نقول لك واحد النقطه دكتور. نعم. يعني دابا كنحاول غير مثلا باغا انا نقرا مثلا، دابا كنتمنى نكمل قراءتي دابا شهاده البكالوريا، ولكن حاسه براسي باقي ناقصه الثقافه، باقي ناقصني شحال من حوايج باغا نقراهم، نقرا اللغه نزيدها وهذا ونفع ولدي، ولكن مشكله الوقت يعني كنقرا
راسي ملزمه انه نعيش الوقت ديال صاحب الدار هنايا، ما يمكنليش نخرج وقت ما بغيت، يقدر يجوع لان الناس ما نقدرش نخوي البلاصه، فهمتيني؟ يعني ملزمه انه لحد الان باقي ما لقيتش شي وقت مناسب لانه نمشي غير نزيد بقره، يعني داكشي علاش انا ما يمكنليش نمشي نخدم، مازال مرهونه بالجامعه هنايا. شوف دائما ملي كنبغيو نطريطيو في ستوك تنبداو بالحاجه اللي غتخسر دابا، دابا الا كنتي مكلفاك شي مكازا تقابلي ليها ستوك ديال السلعه ديال المحل ديالها، غادي تحطي للناس يشريو هذيك الزبده اللي باقا ليها سيمانه تسالي الاجل، ماشي غتخرجي الزبده اللي عندها شهر الاجل وتخلي الزبده اللي عندها سيمانه الاجل، غتخرجي هذيك اللي عندها سيمانه، ولا بغيتي عاد تحفزيهم غتنقصي ليها واحد شي شويه من الثمن، وغتشوف الناس غيتخاطفوا عليها، وانت غتخبرهم وتقول لهم ودي راه باقي لنا الاجل اسبوع، كاين اللي غيمشي يشريها يدير بها الحلوى، كاين اللي غيخدم بها، المهم اللي خصنا نتعاملوا معها بسرعه. فهنا الدراسه كيخصها وقت باش توجد. الدراسه ما كتبقى بحال الفلاحه، ما عمر شي واحد تيفلح نهار اثنين وياخذ الغله مثلا. المردوديه ديالها. اه هي الدراسه بحال الفلاحه، كيخصك ترقدها في الارض وتقابلها وتدوز عليها واحد المده عاد تعطي. ما عدا لاسبيرج. لاسبيرج اللي سريع هذاك ها؟ اللي قريب ليها هو مزوجه وعندها وليدات وكاين الدار عندها معرفه، هذيك المعرفه تستغلها، بغيتها بلا تشغل وقتها باللقاءات غير تلاقى ناس صحاباتها ولا حدا ولا كذا، منها غادي تبدل، غادي تشغل شويه، ما تبقاش تشوف غير في نتابها وفي دار راجلها وفي العائله ديال راجلها، تولي تشوف صحاباتها، تولي تجلس معاهم يهضروا هضره اخرى. ونصيحتي لها من الناحيه الدراسيه ما تتبعش مع ولدها. انا كنصحكم الله يخليكم، اي امراه كتعصب او لا معصبه او لا مريضه ما تراجعوش مع ولادكم، الله يرحم لكم والديكم، حيت شتي ملي تجلسوا مع ولادكم اول حاجه الدري كيهز عينو كيهز في وجهك باش يشوف حالك كي داير. انا كنكون جالس في الدار كنكتب شي حاجه، انت كتجي عندي بنتي كتقول لي بابا علاش كتعض هاد شنوفتك هكا، وانا كاع ما رديت البال، حتى البنت جات قالت لي راه كنعض شنوفتي، علاش؟ لانه انا كنت كنقرا في شي حاجه وهذيك الحاجه عصباتني، فيها شي حاجه مزفته، وبلا ما شعرت وليت كنتعصب. هاكا كتقول لي عفاك بابا دير واحد الضحيكه ديال عمتي سوري، دير شي ضحيكه ديال، حتى حنا ما كنشوفوش حركه وجهنا، وهما الاطفال كيشوفوا حركه وجهنا، فهذيك الحركه عندها معنى. المراه مقلقه والدري جاي من المدرسه عيان، باغي شويه السعاده، باغي شويه ديال 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 الرفاهيه، باغي يضحك، باغي يرفه على نفسه. فملي كتجلس المراه مع الصباح حدو كيغلط غلطه الاولى الثانيه كتبقى تعض شنايفها وتتعرق وتزنق، في خباركم بان الخطر ديال القرايه عند الدري كيمشي، الطفل ما بقاش عنده الخطر، قدره الاستيعاب كتمشي، كيولي مسكين قاعد حداك عكس ده. فهنا خص المرب الناس اللي كيقتلوا الصغار، الله يخليكم، حتى ل 8 سنين 9 سنين 10 راه مازال تيعتمدوا على لانتيليجونس ايموسيونيل، راه ما كتبدا لانتيليجونس لوجيك وماتيماتيك حتى ل 12 عام. فهاديك الكاباسيتي الريزونمون غتبدا عند الدري من 7 سنين. ويبقى ينمي فيها الريزونمون في 8، غير ينمي في الريزونمون في 9 في 10، كاين اللي عنده قدره كيطلع اللوجيك ماتيماتيك في 9 في 10، ولكن الاغلبيه كتطلع في 12. فمن 8 و9 و10 لتحت مازال معتمد على الانتيلوس ايموسيونيل، يعني خصك تهدن ليه البيئه، خصك تطمئنه، خصك تمدحه. هو تيقول الكلمه عوجه، انت كتقول ليه تبارك الله على ولدي، يلاه بابا، يلاه حبيبي، يلاه الله، الله يلا زوينه، يلاه غير تقول لي واحده اخرى، في 5 في 6 في 7 احنا درتي خاطر عندك باق كيضرب الكبير تيكون شحال كاين. غادي ناخذ مكالمه اخرى. ادريس من الدار البيضاء، مرحبا سي ادريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف داير دكتور بخير؟ مرحبا سي ادريس، بارك الله فيك. كنشكر اذا ميد راديو وكنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا سي ادريس. المشكل دكتور، عندنا واحد الدري صغير كان عنده دابا 6 سنين وتقريبا طالع في 3 سنين. المشكل كان وقع، كان مرض، كان جي واحد شويه السخانه عاديه ديال الدري الصغار، داكشي كان جانا حنا عادي.
من وراها شي طواجور بحال هكاك طاحنا في غيبوبة غيب. الله الله الله. زينا ديناه للكلينيك، المهم طاف الكلينيك في الانعاش شي طواجور. باللي فاق ثلاث ايام باللي فاق الدري لقى راسو ما مشي اصلا، هو كان فيه من قبل شويه تعصب المره شويه. ومن بعد الدري فاق لقى راسو حازمين في السرير هذاك الشيء ما جاش عادي. الله الله الدري صغير هو عمره ما كان معاه لم ما كانت معاه لم ما كنتش معاه انت ما خلا كان كنا ولكن ما خلاوناش ندخلوا ليه انت قال لك لا ممنوع الانعاش طبقنا هذاك الشيء اللي كيقولوا حنا خصنا اللي يكون نشدوا معاهم ضد مثلا بحال هكاك ويديروا لنا شي مشكل ويديروا لنا هذه ممكن بغينا نخلوا على الامور عاديه لا حول ولا قوه الا بالله. المهم دابا المشكل فين كاين دابا الدري الحمد لله شويه شويه غادي بشويه كيتحسن تدريجيا بشويه بشويه. لينا عند واحد السيد ديال العصاب قال لك السيد راه كان فيه الصرع دابا كلشي كيقول لنا هذا السيد عنده الصرع عند شي واحد كيقول لك ما عندوش شويه صافي دينا جبنا درنا ليه ثاني رقيه صرعيه. فين مدينة انتم السي ادريس؟ الدار البيضاء الدار البيضاء. غادي نعطيك الكوردوني ديال البروفيسور النورولوجي وغادي يعطيك الدياغنوستيك ويأكد لك واش ولدك عنده ليبيليبسي ولا ما عندوش. شكرا دكتور. يعني انا غير نرجع ستوندار خلينا التليفون وغادي يعطيك الدياغنوستيك غيقول لك ولدك عنده ليبيليبسي ولا ولدك ما عندوش ليبيليبسي. غادي تجيك الدياغنوستيك محسوم علمي هذا الشيء ما فيهش هضره. مرحبا سي ادريس الله يعاونكم. ناخذ مكالمه اخرى ساره من ورزازات. تفضل. الو ويلا لسارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا دكتور ديالنا. مرحبا لالا سارة ديالنا. يا عرفتي اليوم غادي ما عرفتش شنو. مع خوك احبابك. بقيت كنزور في التليفون راه اليوم فاش تجي الخطرة ما عرفتش شنو. مرحبا لالا مرحبا مرحبا مرحبا. لاباس عليك. كيدير يا حبيبتنا لالا وردزات. لاباس كلشي دكتور كيدير. الهوليوود الهوليوود المغربية. اييه الهوليوود المغربيه. انا تنفرح لما كنشوف شي فيلم دولي وكان لي فيغورون وباش اللي زوين هو كيهضروا بالدارجه المغربيه عاد يقول لي عندك وهكذا والاخرين كيهضروا بشي لغه وهو كيهضروا. مرحبا مرحبا لزاره مرحبا. ملكات بيت لاباس دارك. الله الله زيد 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 بخير بخير. انا قلت مع راسي ملي شد لي الخط غنهضر معاك بالسلام. اييه هضر معايا بشي الحديد قلنا كلمات زيد زيد. ما كتقيت لاباس دارك. يلا وعلمنا ما تتقيت شنو كتعني ما تتقيت؟ ما كتقيت هي كيداير. ما تتقيت هي كيداير زيد. ايوا ما كتقيت بخير ما كتقيت الخدم. تبارك الله دع الوقت. ما كتقيت تصدع المشاكل. لا اله الا الله والله ما كيصدع يفولكي يفولكي الحال يفولكي. عرفتي والله ما بقيت عارفه كيف نهضر. شنو علاش عيطتي علينا باش تعلمناش الحال مزيان هكا بقى ما نعلمش الحال. اي نعلمك. الله الله علاش الحال وغتنا وعزيز علينا ونحب حبنا شلوح الله يحفظهم في المغرب وخارج المغرب. الله يا ربي امين. تفضل صار لك تفاؤل. مرتاح كاع شويه. شحال في عمرك بعدا مزوجه كاين شي وليدات شنو عاود لي؟ مزوجه عندي المهم عندي 26 عام مزوجه هذه 3 سنين عندي وليد. شحال في عمره؟ عمره عامين. و اش غادي نقول لك؟ شنو السؤال ديالك؟ المهم انا كان كي قالت واحد المتصله قبل مني قالت لك باللي كتعصب هكذا مع ولدها وسميتو حتى انا هكا ولدي مشطون كيبقى يتحرك بزاف المهم كيقلقني بعض الخطرات على ابسط حاجه كنبقى نتعصب معاه. لا اله الا الله. قول لي واش هو اللي مشطون ولا انت اللي ثقيله؟ لا انا ما ثقيلاش صراحه فاش كنت مازال ما تزوج ديك الساعه كنت ناشطه بزاف. ودابا؟ حتى دابا كنحاول انا يكون ناشطه وضحكه. علاش قلتي كنحاول نكون؟ علاش قلتي كنحاول نكون ناشطه؟ حيت يعني داز عليا شي ظروف هكا مع التراجدي وسميتو يعني كنت كي قلتي كنحاول انني نعتبر مات راجلي بحال الوالده ديالي حيد بحال كنعتبر ماشي بحال كنعتبرها بحال امي حيد بحال حيد بحال درتها امي درتها
يعني حيت انا من قبل كاع كنت قبل ما نتزوج ما عمر كانت عندي ديك الفكره ديال انني نقول مثلا لا راه ما بغيتش نموت راجلي مثلا. كنت كنتمنى دائما انني نكون ساكنه مع بوستي ونبغيها وتبغيني وهكا وحاولت فعلا حاولت رغم انها كانت هي الله يهديها والله يهديني هاني كانت كتعصب عليا كتعايرني مثلا قدام الناس هكا ولا شي حاجه كديرها في ما كاين والو كنضحك يعني هكا مع ولدها ما كتدخلش فيهم ما نقولش لها يعني بينها وبين ولدها ما تدخلش يعني احنا هكا تربينا يعني البنادم الكبير دائما كتحترم وكتبقى ديك كيبقى داك الاحترام هكا بينك وبينه واخا كاع يسبك واخا يعايرك كتقول قولي مشكل. شنو الفرق ما بين الغيظ والغضب؟ الغيظ شنو الفرق ما بين الغيظ والغضب؟ حتى قبل ما نهضر معاك كنفكر كنقول لها واحد شنو الاسئله غيعطيك اسئله الخير اسئله الخير شنو الفرق ما بين الغيظ والغضب؟ الغيظ خايب اكثر من الغضب الله يبارك الغضب هو اسيتي اللي كشكش ويغوت ويقول الغيظ هو اللي كيدفع الله يستر الانسان يدير شي حاجه خايبه يعني في عنده واحد الشحنه فيها خطوره شتي اللي كيشد الغضب دابا مثلا شي واحد دابا مثلا كتعاير فيك ما تراجلك ولا كتغضبك ولا انت كتشدي الغضب ديك الساعه راه انفجرت فيك الداخل واحد الطاقه ديال الغضب انفجرت هذيك الطاقه اللي انفجرت فيك وانت شدها خصها تخرج فاش كتخرج هي في الرياضه كتخرج في العمل كتخرج في الهوايه في الموسيقى في الفن شتي لما خرجت الانسان في الرياضه ولا في العباده ولا في الصوم ولا في الصلاه ولا في قراءه القران ولا في الفن التشكيلي ولا في الموسيقى ولا في الشعر ولا في القرايه لما خرجت في هادو غتخرج لك في ولدك حيت هي طاقه شتي بحال اللي فجرتي شي حاجه وسديتي عليها واحد صندوق الدجاج بقات هذيك الطاقه مسدوده في هذاك صندوق الدجاج تخيل تحل الصندوق علاش دابا القنبله صغيره كتفجر في واحد الموضع اول حاجه كينفجروا هما النوافذ لان ملي كينفجر هذيك الماده اللي كاينه في هذاك المفجر كيوقع واحد الضغط على الهواء اللي كيصبح الكتله ديالو مع ذوك الغازات اللي كتزاد كتصبح الكتله ديالو اكثر من المساحه اللي كان شاد هو قبل ما يزادوا عليه الغازات فكتولي الغازات زائد الهواء كثيره على المساحه اللي كانت فيها في الفوليمتري كتخرج لبرا كتطرطق المواد اللي شادها فهنا هاد الانفجارات هادو اللي دابا حماتها كتذكر الله يحسن عوانها الله يحسن عوانها فشتي هي قالت الله يهديها انا غادي نقول لها الله يعافيها حيت راها مهديه ولكن واحد السيده جات عندنا مساء السلام قالت لي رسول الله انا اسرع قالت لي كيجيني السرع وكنتعرى قال لها واش ندعو الله يعافيك قالت لي ادعو الله غير مابقاش نتعرى شو قبلات بالمرض علاش هذيك المؤمنه قبلات بالمرض حداها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واش ندعو الله يعافيك قالت لي ادعو الله غير مابقاش نتعرى وخلات المرض لماذا لانهم الصحابه سمعوا الحديث كانوا ما كيزقلوا حتى حاجه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرف ما كيفلتوش فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا لامر المؤمن عجب دائما رابح اذا اصابه خير وحمد الله بهذاك الخير كيربح الحسنه كيربح الخير وكيربح الحسنه اللي كنحمد الله ونشكره على الخير اللي كيعطينا كناخذ الخير اللي عطانا زائد الحسنه زائد الرضا ديالو قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اصابه مكروه وصبر كياخذ الحسنه وكياخذ الرضا قال عجبا لامر المؤمن دائما رابح في الخير رابح في المصيبه رابح فهاد الاشخاص اللي كيمشيو للانتحار هم اشخاص شوف الله اش كيقول لهم اش كيقول لنا وليهم سوره الحج من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب هنا الله كيوصف شخص كيقول ليه
الا كنتي كتظن بان الله ما غادي يخرجكش من وضعيه انت فيها لا في الدنيا ولا في الاخره، الله اللي غينجيك، وسير شدي قنبه وشنق راسك. يعني من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، لما تعرف الوصلة باش بحسن الظن الله. انسان دار افلاس تقبض مشى للحبس، انسان مشى للشركات تفقر، انسان مشات ليه الصحه مرض، انسان خوات به مرته مشات عليه بقى بوحدو، اش غايقول؟ صافي ما بقى عنديش ابدا. سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. قول العاطي باقي، العاطي ينشات ولكن العاطي باقي راه غير في رمشتعين. الو تسمي يكون حداك عم دق دق او طلع الكره كزوني مبل وتصبح الله يريا. شحال من واحد نعرفو انا بحال محمدي كان عنده عرحبة السيمان برا الله يريا الحمد لله الله يزيدو. اذا مستمعينا توقفوا مع فاصل اعلاني ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات والاس ام اس اللي كنتوصلوا بها يوميا على الرقم 5080. مازال كتقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 ولا 0522 43 00 09. معنا ليلى على الخط من دربده. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ليلى طبعا لاباس عليكم استاذ على خير. لاباس ليلى مرحبا. كثرت ما توحشتكم ما بقيتش متوحشاكم 3 سنين وانا كنعيط. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كتعرف ديك الاحساس بكثرت ما كتوحش. لا اله الا الله. واختي مسامحه الله غير برا كنديروا ما في الله الله يكون في العون استاذ الله عليك. برافو 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 شوي فيغ دو فو. بارك الله فيك ليلى. شكرا شكرا بارك الله فيك. عندي هذا المشكل صافي عام ونص اكزاكتومون. جو في ماريي ياك سي كيلكان دو لا فامي ان كوزان بعيد ما كنعرفو ما والو. كان مارياج ارونجي او ديبو سي كيلكان لي مزيان الله يعمرها دار بريف ان ستاتيو مزيان لا فامي الله يعمرها دار. درنا على اساس اننا غنديرو لاكت دونك شي حد من العائله قلنا ماشي مشكل نديرو الخطبه ابخي ان موا درنا لاكت على اساس انه موجود ما خاصه حتى شي حاجه. الوغ من بعد شهر بداو المشاكل. كل مره عنده ان كريدي، كل مره عنده مشكل، كل مره كيتسالو شي حد. في الاول كان كيسحب ليا غير ما عندوش الزهر وغير بالطيبوبه ديالو بالنيه ديالو وقعلو بحال هكاك. انا هاد الشيء صافي عام ونص وانا صابره لهاد الشيء كله. واقفه معاه كنقول حشومه واخا انا هاد المشاكل ما عنديش فيهم يد، ولكن كيف ما كان الحال دابا راه ولا راجلي خصني نوقف معاه. وهو في بلاصه وانا في بلاصه، انا عند دارنا هو باقي هو مع دارهم. في الاول كنت انا زربانه باغا نديروا العرس ونمشيو كل شيء. من بعد كنقول فين غنمشي هاد السيد كاع نوقفوا العرس الله يحفظ يدفع له شي شاك. كان كي انتغدي دو شاك يلا عرفتها ديغنييغمون. في الاول ما كنت عارفه والو، دابا بشويه بشويه كل مره كتجيني شي اخبار كل مره كتجيني شي اخبار. الوغ فكرت درت راه الاستخاره شحال من مره اتصلت بكم شحال من مره ما جابش الله التيسير. مي بون الحمد لله يلا اليوم بدينا في لا بروميير بروسيدور ديال الديفورس. لا حول ولا قوه الا بالله. وبغيت نعرف ما بغيتش نظلمو. عيشنا عام ونص ديال الكآبه في دارنا كنا واعرين الحمد لله. واش هو كي عنده مقاوله خاصه ولا كيخدم سالاريين؟ الى فارماسيان ودار دار ان تي بروجي مي جير مال. يقدر يتكلف من عند اي واحد ما عندوش مشكل. وانا انا تلمو انا شوي كوريكت هو العكس ديالي. أحوله. انا شوي لو جونغ اللي عندي دابا 32 عام عمرني ما شفت شي حد ما خصوش يكون اون سيكوند ديتي مشروع بحال هذا فارماسي تبارك الله. يعني الا كان في واحد لا حول ولا قوه الا بالله. والمشكل في هذا الشيء كله سكو النهار الاول شكون اللي قال لي فازي ما تسولش عليه. الاخ ديالي الكبير. واش فيه شي بليه كيشرب ولا كيكمل حشيش ولا شي حاجه؟ كان كيشرب شحال سي كيعيش اكثر من جهده بزاف. تي لي زابارون شحال في عمرو؟ 36 سي لي زابارون قاهرينو. يعني انا كنت باتو لو كان بدل الطومبيل شحال هادي. واحد ليميسيون دارتها فرانس 5 الاسبوع الماضي على لي مالادي سيلونسيوز الامراض الصامته. ولقاو في هذاك البرنامج بان اكثر من 600,000 فرنسي كيعانيوا من اضطراب التروبل بيبولير. ما عارفينش راسهم انهم حاملين. ناس كيعيشوا عاديين عندهم شواهد خدمه منصب مزوجين بوليدات. وهذا هو دور الاعلام. دور الاعلام هو هذه الامراض الخفيه هذه.
ملي كيجيو خبراء وتيعرفوا بها داو الاعراض ديالها الاعراض ديالها النوبه الاولى والنوبه الثانيه والنوبه الثالثه والتوعيه وكذا وكذا وكذا. واحد المواطن كيشوف برنامج تيبدا يشوف هذيك الاعراض كتشبه الاعراض اللي عنده. شنو هي اول عرض كيكون في لو سندروم بيبولير؟ هما عندهم لا فاز اوفوريك ولا فاز ديبريسيف، تارجح الحالتين، حاله ديال النشاط المطلق وحاله ديال الانكماش وديال الاكتئاب وديال ديال 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 الخوف. فالوقيته اللي تيكون لو بيبولير في حاله النشوه، حاله النشاط، تيولي خصو يعرض على الناس ويمشي للريستورات ويشري كادوات للحباب، كيبغي يفرح هو ويفرح الناس اللي معاه ولو على حساب الصحه الماليه. قلت لكم راه كاين ليكيليبر، كاين الميزان. ففي لو تخوب بيبولير ما كيبقاش الميزان، تيولي الانسان ما يمشيش غير المطعم، خصو يمشي لمطعم واعر. علاش عند ليزكسبير في لا سونتي مونتال لي زاشا كومبولسيف، هذاك الناس اللي كيشريو بلا ما يشعروا، كيشدوا كنقولوا حبة جدهم مثقوبة اللي عندهم في يدهم كيصرفوها، علاش كيدخلوها لي زكسبير دو لا سونتي مونتال كيدخلوهم في لي تروبل دو كومبورتمون؟ جاب هذه لهذه، لأن راه هي داخلة في أن في أن في واحد البانيل، في واحد الجروب. ملي كتمشي كتقلب كتلقى شخص عنده تروبل اوبسيسيونيل، كتلقى عنده توك، كتلقى عنده بما فيها لاشا كومبولسيف. فدابا حنا ملي كنشوفوا شي واحد كيصرف بمجرد مع ناس ساكن فقراء محرومين، ملي غيمشي يشري لمو ويشري خوه ويشري اختو ويشري هذا ويشري هذا، الناس ما كيبقاوش يقولوا اه يا وا راه عندك غير فارماسي لا مارج قليله وليدي، شحال عندك في الفارماسي؟ بزاف عليك وليدي. ما كيبقاوش تيقولوا هكا، تيقولوا الله يرضي عليه فخي. لا خصنا تا سخي تا هو نفرانيو بشويه نتقلو، تا سخي اجي وليدي وشحال كتربح وليدي؟ شو عليك؟ صافي غير عطاتك البنكه كريديت السيره تاخذو. علاش في اوروبا كامله ملي وقعت لا كريز في 2008 ولاو كيديروا في الاشهار ديال القروض ان كريدي فو زونغاج، القرض يلزمك، انتبه لقدراتك الماليه. زادوها من قبل ما كانش هذه الجمله كتدير في الاشهار. دابا في جميع الاشهارات كندور هكا في اسبانيا في المانيا في القنوات الاوروبيه كنلقاها محطوطه، لان علاش؟ عندهم هيئه في الكوميتي في الكوميسيون الاوروبيه اللي كتسن قوانين. القرض يلزمك، انتبه لقدراتك الماليه، ان كريدي فو زونغاج، في اتونسيون ا فو كاباسيتي فينونسيير اي دو رومبورسمون. فاحنا لا ما عندناش هاد الفراميل. عندك مشروع، تشري بارتمان خذ، سياره خذ، تمشي لعند ناس كيبيعوا شري خذ، حتى تولي انسان الله يستر مهدد بالسجن ومهدد بالافلاس. فدابا هنا نصيحتي ليلى انها مادام انهم وصلوا لهذا الاجراء ديال الطلاق، حنا الحمد لله في القانون المغربي اللي هو مستلهم بمعظمه من الشريعه الاسلاميه، عندنا طلاق الرجعة، عندنا طلاق ولكن بصيغة يرجعوا. فنصيحتي لها دير طلاق بصيغة يرجعوا، طلاق رجعي شتي. وهذاك ملي يديروا طلاق الرجعي تقولها ليه، تقول ليه قبل ما ندخل الجلسة، تقول ليه شوف راني ما ساخياش بك وراني باغياك، ولكن انت راك رجل علم، راك سيونتيفيك، علاش حنا غنتزوجوا؟ علاش غنتزوجوا؟ باش نولدوا ونديروا اسره. البنيه دابا البنيه الماليه، الله شنو تيقول على المال؟ ولا توتوا اموالكم السفهاء. شكون هو السفيه؟ داك صاحب السفيه راه معيوره. السفيه هو اللي ما عندوش قدره تحكم العقل في الفعل، يعني ما كيبغي يدير فعل. السفيه العقل ديالو ما كيتحكمش في الفعل. يعني ها هو شو الفكر الاسلامي كيدوي لينا على لامبولسيف، على لاشا كومبولسيف، لان مول لامبولسيون ما تيتحكمش الفعل، كيدوز قدام اشهار كيشوف ناقص 60 ما كيتاكدش واش بصح راه داري 60، لان ملي كيديروا لنا في اشهار ناقص 70 وناقص 60، علقوا لنا الفاكتوره باش شريتو من عند السبليون، وعلقوا لنا الفاكتوره باش شريتو من عند التركيين، علقوا لنا الفاكتوره اللي شريتو بها من عند الشينوا،
وريوها لينا ووريو لنا 70 ناقص 70 ياك وندخلوا نشريو. دابا ولاو ذكيين تيقول لك جوسكا، ولاو ذكيين في الصول. دابا عرفوا المغاربه عاقوا والحمد لله، هما دائما ذكيين المغاربه. ملي شافونا تفهموا هاد التلاعبات ولاو كيديروا حتى زعما راه نبدا لك منو من موانزه نعطيك روميز ديال 1% ونحل لك نقدر نوصل مع 63. شتي هذاك اللي عنده تروبل بيبولير ما تيبقاش متحكم. فهنا غتقول ليلى تقول للسيد راجلها تقول لي شنو شريف انا ما خاويش بك، عندك تحب دير هذا الدار كل شي حاجه. لا وصلنا دابا هذا الامر مرحبا، ولكن اخويا لا قدرتي معاك وبعضياتنا ونشوفوا ان كونسيي كونجوغال كاينين ونشوفوا دي زيكسبير. شي ما تقولش ما توجهش لي هي كاين ساندروم ولا شي حاجه، ما تدخلش هذه البلاصه هذه ما تدخلش. انا غير جاي سوبسوني غير احتمالا، والله ما نحتملو فوق الحاجه ولا نحتملو تحت الحاجه. والله ما نمشيو فوق منها ب 100 متر بعدا غنمشيو فوق منها، لا مشينا فوق منها غنشوفوها. اما هذا الشيء تحت منها وكان تحت منها شي طاج ولا شي صخره غدرقها لك ما تشوفهاش. فهنا غندخل في لا ستركتوراسيون، في اعاده البنيه ديال هذا الشخص. فإذا حبها وبغاها حيت هو شكون اللي غيسمع لك؟ اللي كيحبك. إذا استطعت تشد هذيك المحبة بيناتهم راه فاميلة، تقول أخويا راك فاميلتي وكذا، كتاب رجعنا لبعضياتنا مرحبا ما كتبش على الأقل غير نشوفك بلا هاد الديون. ولكن إلا مشى حتى وافق كاين زيكسبير كونتابل وياخذوا الديليغاسيون من عنده ويديروا الجيستيون في بلاصتو وما يخليه ولا يتصرف في الحساب لا والو، ويبقى هو يبقى هو المستشار العلمي للمحل ديالو، ولكن واحد كيتصرف. كاين الناس الحمد لله صالحين وصادقين اللي خرجوا من الازق هذا. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما، رفقة الكاتب والباحث تحي النفسي وعلم الناس بروفيسور مامون مبارك دريبي، برنامج بكل وضوح فاصل وراجعين. معنا بروفيسور مكالمة أخرى، معنا عائشة على الخط من صويرة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير سي مامون لاباس؟ لاباس الله بارك الله فيك. بارك الله تنشكركم بزاف 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 حق الله إلا فرحانة ملي كاين الإثارة خص غير يتقطع عليا قلبي تيزدح. الإثارة هو كاين وأنا قلبي تيزدح 120 في الساعة. أول بعد السؤال هو مال قلبي تيزدح؟ هاي شوف السؤال تاعي. والحمد لله اللي كيزدح. والحمد لله ولي ولي بالفرحة وحق الله. المغاربة 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 اش كيقولوا؟ تيقولوا الله يجزينا ونجزيك يكون فلان نكونوا بحال فلان بارد القلب. لا 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 خليه يخرج من بلاصتو. مرحبا احبكم الله ورسول الله. دابا حق الله منين انت بغيت عرفتي دابا راه جاني الخط غير على غفله قلت الفايده مزروف والحمد لله سد لي على غفله. مرحبا تنشكركم بزاف بزاف. كيما قول عندي جوج اسئله. مرحبا مرحبا ان شاء الله اختي ان شاء الله. وديرهم على المستوى تاعي. المهم انا مراتي. الله 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 الله. شوف والله تا غندقدقهم ونغربل لهم. المستوى تاعي الشهاده الابتدائيه. الله الله الله. وليني كجبرت ولادي يكونوا طايرين. ويرجع الله. عرفتي بحال هذاك الحبيب. واحد الحبيب دعا مع ولده ولده فرحوا فرحوا. وهذاك الحاج هز يدو بقى كيقول لي اه ولدي انا بغيت لك انا بغيت لك. ومسكين تيقلب على شي حاجه كبيره قال لي بغيت لك على الله. ما قداتو ولا الدنيا لا الجنه لا والو. قال لي بغيت لك على الله حيت حيت لا بغى ليه الله لا بغى ليه كلشي. بغى ليه كلشي. هذاك الشيء اللي ديت لست انا بيت الله الواحد الولد باقي عندي تيقرق. الله الله شحال في عمره؟ عنده دابا 17 عام. هو من ناحيه السلوك اقسم لك يمين نعطيك النمره ونعطيك المدرسه. حاسس ولكن المستوى تاعهم شويه ناقص ناقص. بغيت يقرا سي مامون بغيت نعطي يعني كل ما في الجهد ديالي جهدي بغيت نعطيه ليه ولكن يرجع الله. هو بغى يقرا وعنده ذاك المستوى تاع الفرنسيه قال لك ما دخليش من الراس بالكل. شنو هو اللي ما دخلش ليه الفرنسيه؟ اللغه الفرنسيه. لا هادشي جابوا لهم ديك الابتدائي اللي ما قراوهاش من الاول ولا في ذاك الثالث قرا فرنسيه من الاول. هما تيعيطوا عليهم جا فلان جا فلان بالعربيه. واش هو في قسم الفرنسيه تيعيطوا ويهضروا معاهم بالعربيه ما جاتش. وبغاهم تبع دابا ذاك الشيء صار الانجليزيه ولا ما عاد قال لك بغى يقرا بغى يقرا ولكن ما عرفش اش بيدير هذا الولد عندي. شوف
دابا من الناحيه ديال هذا الشيء ما مرك عرفتي وبغيت نمرفعك راني كنطلبك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي لا استنى باش لا تقطع لي الخطر بصح تنطلبني نمرفعك والله غير اس ان اس فرحه باقي القلب ديالي تيضرب قول لها الاس ان اس 50-80 ولكن ان شاء الله 50-80 الا تقطع صيفط اس ام اس من بعد 50-80 غتطلع لمرتك ونتصلوا بك دابا بالنسبه للدراسه والبث من الناحيه الفرنسيه حنا 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 فوقتنا قرينا الفرنسيه في هذوك لي بون ديسيني في الكتوبه اللي فيهم الرسوم اي اي فكنا كنتبادلوا هذوك الكتوبه مع بعضياتنا وكنتعافروا كنجلس مع واحد كيعرف كيقرا الكلمه شي ما كتكون الصوره ومعها النص كتستوعب الحداث ملي كتشوف واحد هاد واحد الحاجه وتيقول لي واه لي لوغد كنعرفوا هذيك اللوغد كتعني ثقيله ثم كنا كنستمعوا بزاف للبرامج برامج بالفرنسيه كنا كنستمعوا لها بزاف فدابا الحمد لله في الانترنت كاين برامج اللي تقري ماشي غير الفرنسيه تقري الشينويه بغا يقرا عرفتي كجبرك وطرف القرايه وليني نرجع في هذيك الفرنسيه لا الفرنسيه شوف على حسابي انا اللي بغيت ننبهك الشريف الله يعطيك الستر نعم دابا ملي كنديو الخبز للفران الفران البلدي ياك واقعة غادي ديالك غادي غتعرفيها مقاده هذه قلتي لي يعطيني المستوى ديالك انا غنعطيك ملي الشريفه كتعجني الخبز وكيكون خامر مليان وانت تديه للفران البلدي كتقول ليه طرحوا لي من ولا طرحوا شمال ولا طرحوا لي من هو اللي يمشي علاش ما كنطرحوش شمال علاش لا قبل مازال ما خمرش لا دابا خامر خبز خامر دابا خامر دابا غتقولي يطرحوا في اليمن ولا يطرحوا في الشمال الفرن باش يسبقوا باش عندما يسبق يمشي يرميه علاش كنقول المفران طرحوا اليمن وما طرحوش الشمال علاش والله ما حيت الفرنات شي يدير الجمر في الشمال ديال الفران هكاك شي بلاصه اللي كيطرح فيها الخبز راه على الشمال ديال الجمر الا هو كيفاش كيطيب راه كيدير واحد الحويط صغير في هذيك القبه الداخلانيه والجمر راه حامي على اليسر فاش تي الحاجه اللي خصها العافيه بالجهد كيطرحها شمال والحاجه اللي خصها طيب بالمهل كيطرحها اليمن دابا ملي طرحناها على اليمن مشينا طرحناها في البلاصه اللي على المهل دابا شتي انت هذه الرغبه عندك الشريفه ناري وهذا الحب اللي عندك راه شمال راه مجهد راك زانده هو زنده ومع دابا قلبي زند في 120 ساعة زند دابا ودابا خاصك مهلي مهلي سؤال ثاني تاع الراجل عندي الله يجازيك يا ربي اهلا المامون دابا غادي تنصحني حتى انا كي قلت لك على قد المستوى تاعي ها غادي نصير لك انا راه تبارك الله عندي سيد في التعليم ولكني انا ما معلمه والو الله ما تقولش هكاك لا ما تقولش هكاك لا والله انت شي المامون دابا عندي انا الراجل واحد الطريقة انتوما سيادنا العوام سيادنا العوام عطاكم الله من الحكمة اللي والله ما يوصلها الحكمة الراجل في التعليم هذيني ما معلمين والو بدون مستوى ما في ما عندي انا واحد السيد كولي نعفي فيقي جمعي كولي نعفي ما تولي على هذه وما مرض بهذا الشيء تاع كولي يشربين في كولي يشربين في مرض عندنا بزاف مرضني ولدي اللي بغى يقرا والراجل بدون جواب بدون تسولوا على ادنى حاجه والو غير كولي اش خصك الماكله راه حاجه البهيمه تاكل كل شيء تياكل وانا ماشي من داك بغيت نزيد شويه ولاني ما كاينش اللي يزيد ليا القدام اش بينا نديروا لا اله الا الله محمد رسول الله قول لي ملي الله وتنبغي غير نسولوا واش دابا الا سولته تطير لي واش نقدر نبقى نسولو دابا حتى صار دابا انا مجوجه تقريبا 26 عام نقسمو تنقسم بالله العلي العظيم بالله اما تنعرفوش اش تيتخلص واش ما تيتخلص واش كاين شي كريدي ولا ما كاينش شي كريدي واحد نوبه حصلت عنده غير واحد البرا تاع الكريدي وتخاصمت معاه ناد كاع بدل الرقم تاع الدار على الله فين مشى دار هذاك الشيء في تدفي مشى بدل علاش تنجبدو هذا الكريدي علاش تنزولو علاش غير علاش تلقيته وانا قلت ليه الا بغينا شي حاجه انا من دوك الناس اللي ما تيحملوش الكريدي الله 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 ما تنحملش هي لا يسالي مشي على قدو يمشي على قدو يواتي بنينا لتحتي قلت شويه قلت لي شوف انا ما بغيتش نبني ونبني بالكريدي بيت نبني بلا كريدي
شويه شهر شويه هضه شويه اليوم شويه هضه شويه وليني داكشي اللي تتعاودي انت ما مناش دابا واش نبقى نسول على حقي ولا ما نسولش ولا نجمع فمي ونسكت؟ لا ما تسكتيش غير خاصك شنو شوف شدير شهاديك الدرديره ديال الملحه ملي كتكوني كتعجلي ما كتلوحيش كمشه الملحه لا غير القياس القياس انت راه كذلك الواحد ملي يبان لك مخنوق الراجل مزير راه ما تبارك الله ما تحتاجيش انت تضحك راك انت تنصحيني عبريه يبان لك السيد مكشكش واخا تنعبرو راه 26 عام السيد مامون السيد الاستاذ راه الفرحه واكا كان كجبرت عند السيد غندخل فيه ونخرج من الاذاعه ديالي انا وعرفتني راه واقيلا بنتي تسمع ليا وغادي تعرف بان هذا الشيء راه كاين انا راه بغيت نطير ولا ما عرفتش الله اكبر الله اكبر مرحبا بك الله يحفظك والله احنا فرحانين بك لاله والله الا انا فرحان بك احبكم الله ورسوله احبكم الله ورسوله يعني شتي هاد المحبه العفويه ديال المغاربه هذا راه هو اللي كان الحراره في الكلام ديالو وفي البساطه شتي راه المغرب راه بحب هاد الخير علاش النبي صلى الله عليه وسلم راه كان سولوه الصحابه على اي حكم صالح للناس قال لهم لان راه كل امه وكل شعب كيجيب ليها الله الحكام اللي فرحين ليها فشوف المغاربه مهورين والنيه والايمان والصبر والصدق وربي جاب لهم هذا الملك جاب لنا هذا الملك الصالح اللي هو الخير المسكين هز الثقل الثقيل ف دائما انا كنقول لحبايب المغاربه دعيو مع سيدنا الله يحفظ لنا صحيحته والله ينصر الله يعاونه ودعيو مع هاد المغرب اللي عامر بهذا الخير ها هي درويشه فقيره وشنو قلبها تيغلي علاش؟ على قرايه ولادها شتي انا نصيحتي ليها تبقى شاده هذيك العزيمه ولكن تشدها من بعد بحال هذيك المناره اللي كتضوي على جنب البحر الباطوات كيشوفوها من بعد كتقول لهم هنا كاين الصخر بعيد منه دوزوا من لهي سيروا من لهي سيروا من لهي شتي الام عندها واحد القدره الايحاء كتوحي هي باش كتوحي كتبين لهم الجهه اللي هي قفحات منها والجهه اللي فيها الخير راهي 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 احنا والدينا امواتنا ما قراوش مشوش من بعض ولكن ما خنقوناش ما قتلوناش بالعصا باش نقرا تخيل ملي كنت انا كنجي انا صغير مدرسة اول حاجه كدير تعطيني ناكل ولد وسي تلعب سي تلعب سي جري سي تلعب ماشي جلس تقرا سي تلعب ونبقى ونجري وتخيل تا كندخلو كنشرب العرق وتوكلك وسير تنعس سير تنعس وتفرد دابا تخيل لعب وكل ونعس وما عادش غادي نراجع ملي تفيق تصلي بزاف تفيق دي هكا عارف شويه وتهمس انا ودينات عارف شويه باش ما تفيقش الاخرين تفيق تخيل تفيق مع الربعه خمسه وتتلقى الوالده ديالك مصيبه واحد بركوكش ولا مصيبه واحد هكا شي حريره ولا شي بيساره وتعطيك واحد طبق خبز وتغطي بالمعنطه ديال البر وتجيب لك شمعه تحطها حداك وتريح حداك هكا كتسبح وتتشوفك ترى ماشي انا نقرا ديك الساعه راه نطير تخيل وكلاتني امي قالت لي سير تلعب خلاتني الناس وفيقاتني بالصوت ديال الصلاه كتصلي حدا راسك باش تسمع بسم الله الرحمن الرحيم عرفتي تخيل ديك الهمس باقي لدابا عندي الصوت ديال الهمس بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين شوف الحركات ديال الشفتين كينطقوا بالحروف تخيل انا فايق ومغطي كنضوق بودني بسم الله الرحمن الرحيم هكا كتسمع ديك الهمس وفيق ودي فيق الارض تخيل اواه الخاطر ديالك تيفيق مشاشع تخيل دابا العكس تخيل العكس دابا ها ليكزورسيست ها فين دخلي عيب دابا داخل مسكين وجه صفر ما فاطرش فاطر غير بداك البسكويت الخبز كان والسكر ها علاش كتسحبوا ماي الخبز كان مش كيديروا بها كيديروا صيفطوا ولادنا بالبسكويت ها كيضرب الدور يمشي للبرجين برجين يتم جاي عندك درهم وكان والدك الخبز كان والبسكويت زيدها ولينا بحال الدجاج الابيض تخيل داري وجهه صفر قالت لينا في المدرسه عاطين ليه محفظه فيها 50 كيلو هو فيه 15 محفظه فيها 50 كله مراجع اللور عمرك تشوف ولادنا غادي ميل اللور
كاع ولاد اوروبا امريكا مايلين لقدام باغي المستقبل حنا الماضي كلشي مايل لور دري غادي بحال مارشاليه بحال بوجنيبه عرفتي انت بوجنيبه ولا الاخر بوجعران كيدفع واحد الكره بقشاقشو واحد الكره ديال 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 والو لو نسمي عليكم ملي يدخل الدار وصل يدك ديال القوطي ساهل الحشم تبعي اش كيولي الدري كيقول والله ينعل على هاد القرايه والله ينعل على هاد المدرسه كيبدا ساخط شتي الفرق حنا كنا فقراء وامكانيات ضعيفه ولكن كانوا ناس كيعرفوا ناس بساط ما تخرجوا من الاكاديميات لا والو كيعرفوا الحياه كيعرفوا ميزان الحياه دابا هاد التشريفيه راه كتعرف ولكن بغات تستعشر لان علاش لان هي صحابيه ما ندم من استخار وما خاب من استشار فانا نصيحتي لها ما خلي رجلها يدبر شغله دبر شغله مشى دار شي حاجه كريدي وشرى شي حاجه واحد الجيل باقي معنا الان كيستعملوا الستره على اساس ستر حاجتك تنجح مزيان ولكن راه ماشي المقصود في الحديث قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان ماشي المقصود منها الناس مقصود منها انت اكيد حاجه الناس عارفين نتكلم على الناس قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان كيظنوا بعض الناس انه كيقصد بها الناس راه كيقصد بها انت نفسك ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون احنا ملي قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه انا من دوا دعاء الناس ولا على نفسي دعاء على نفسي ياك اذا الحديث راه كيبوينتي على هذه كيبوينتي على نفس الواحد علاش لان النفس واحد الشحيحه ملي كيكون داخل شي واحد نفسه شي حاجه شي مشروع وتيبدا يهضر نفسه كتبقى تخرج من صيغه الشح لصيغه الغليان كتغلي وملي كتدخل كتغلي كتولي الحاجه اللي صيبتها الصباح طريبه في العشيه بحال امور شياطين اذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونمشيو مباشره لقراءه الاس ام اس اللي كنتوصلوا بها دائما على الرقم 5080 في البرنامج اليومي الاجتماعي بكل وضوح. بروفيسور غادي نواصلوا باقي المكالمات اللي مازال معنا سعيد من القنيطره. الو على الحادقه اهلا مرحبا سي سعيد لاباس عليك هذه لهجه غرباويه هذا حادقه النطق هذاك درتي غرباوي هذاك لا انا مخلط انا مخلط ديالي من واحد البروج زيد وخير وسكنت شويه في الصاد ايه ودابا راني فاش قول لي راني ساكن في قنيطره ايوا دابا هاد اللهجه الاخرى ديالنا حنا ديال الغرباوي هادي الاخرى لا ودابا قنيطره راه نقول لك 10 سنين كملات لا اله الا الله كملات 10 سنين كملات شي تما يا قنيطره شويه باقي صغير يلاه كيف خرج من ايوا كاين شي هيت في المقص ولا والو ما جيتك عندنا الركراكه نجي ان شاء الله نجي ولا عمرها درت ثلاث راه خمس ايام كملات من البارح وهذا شكون اللي قال لك ما جيت راه انا كنجيب القلب ديالي انايا سيد العربي بوجه مع شحال لعب ثاني الكره تما في هذيك الساحه تما الله الا حركنا زعما دوز بعدا السبت والحد دوز فين باقي كيعمر الموسم سيد العربي بوجه مع فين كيتعمروا دابا لا دابا كل مره كيعمروا على حسب البلاصه الخاويه دابا عمروه بحال جيت واحد البلاصه كيقول لي السبت اييه تما يعمروه حنا في وقتنا كان كيعمر سيد العربي بوجه مع تما وسط السنتر فيه تما شويه داو حداه كانوا داو حدا بن عباس اييه شويه كل واحد شويه دوحده دار الشباب تبارك الله كيشوفوا البلاصه اللي كتجي وكيديروا الدور كيديروا بحال فدراغانيت كيدير الدور كاين كل شيء كاين الخيل تعجبوني انا الخيل تبارك الله تبارك الله انا عزيز علي ملي كيعمر في السويريه مازال ماشي وقته مازال ماشي وقته كيبدا يديروا هاد الدور الاول الدور الثاني الدور سبعه ديال وخيرت مرحبا سي سعيد الله يحفظك راه كنعتبرو الاب الروحي ديالنا احبكم الله ورسوله بارك الله فيك سي سعيد بارك الله فيك ما تنقول لك راه كان كيقول لي الوالد الله يذكره بخير تيقول لي اللي علمك هو باك لا اله الا الله ولا وراك الطريق بحال مشى معاك ولا داك المخزن رباك لا اله الا الله سي الحكمة سيدنا العوام شنو كيقول ما شاء الله ما شاء الله شكرك بزاف استاذ انا دابا ان شاء الله 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 مقبل على الزواج ان شاء الله هي سيدي سعيد هي ودابا انت كتقول لينا خذ اللي صالح عليك هي ما تاخذش اللي عجبك ولكن الا تجمعوا لك فيها عارف ربي راضي عليك الا تجمعوا لك فلوس
الا راه تجمعوا لك اللي عاجبك في صالحك عرفها بعد ما راك مرضي. انا تنعتبر راسي اها والله العظيم الا عاد دعاوي ديال الوالدين واقفه معايا. لا باينه باينه شتي اللي تشوفوا اللي تشوفوا ضحوكي عرفوا مرضي. سبحان الله شي حوايج كنفلت منهم كنقول سبحان الله ربي كنفلت منهم وكتب عليك احنا 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 ان شاء الله كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ما تفلتش من الحاجه وما تجيك عام مزيانه. يلا سيدي ما تجيك عام مزيانه كاع باش ما تبقاش تفلت تجيك عام خيره. الله يحفظك الله يحفظك. الله صافي شحال في عمرك سي سعيد؟ شحال في عمرك؟ 27 وفي الشهر. الله يرضى عليك. عندك السكينه ديالك ولا غتسكن مع مريضك؟ عندي ولكن عاد السكن العشوائي ما كتبش عليك. لا اله الا الله. وكذا كاين برامج ان شاء الله كاين. كاين برامج تما عندكم كاين ان شاء الله كاين شي حاجه كاين جاي قريب مازال ما عارفين شو وقتاش بعد السكن اللي فيه الماء والضوء كاين فيه الماء فيه الضوء مثقف مزيان زعما صراحه توكل على الله. شنو اللي شاطنك؟ شنو اللي شاطنك؟ ودابا دابا ما بغيتش خايف من خايف من الاختيار. شوف الاختيار راه ساهل الوالده باقا كاينه. الوالده كاينه الوالد كاين. ايوا خويا غادي تشوف الوالده والوالد وغادير واحد الكليسه وغتقول لهم الوالده الوالد انا راه بغيت نتزوج هانا كنعرف فلانه. هما قالوا لي. ايوا وعرض عليهم انت اللي عاجبك. وخا قالوا لي استاذ جابوا لي وحده قاصر. لا ساكن ما عارفينش. جابوا لي وحده قال لك خطبها وخليها تمايا. وخليها تكبر شويه والسيده باقا الله خارجه من الثامنه عندها. لا ما تعرفش. ما تعرفش. المساكن هما الشباب العرب. على الاقل 22 عام. اي على الاقل. وانت من جهتك انت ما عندكش شي صاحبك تشوف اخته ولا شي واحد هكا؟ واحد. شوف اللي قراب لك. شوف اللي قراب لك. اللي قراب لك. لان الا كان عندك صاحبك راه غتكون اخته كتعرفك. ما عنديش مالك تخويات ما كان اشنو كيفاش ما تنبقاش نشوفو كولا هكا. لا ولكن هما راه كيشوفوا. انت ملي كتجي تدق بعيط صاحبك كطلع لك خطو من سرجو كتلح لك كتاب وسط عدو وسط تقول لي غادي نختار اللي غتكون عليا. شوف هو خاص لابد ما يكون شويه ديال الانجذاب خاصها تعجبك ماشي تاخذ وحده. هو راه دابا هو المشكل. وبلاتي راه عيطت لك على تقول لي ما تقولش لي ما تكونش عاجبك راه ما يمكنش. لا خاصها تكون عاجبه انا شويه ولكن ما تكونش عاجباني لدرجه انها تخرج لي العقل. ايها دابا نعطيك مثال. دابا انت دابا غتمشي للبحر مثلا المهديه ولا غتمشي لهذا بان لك وغتجلس في واحد القهوه وغيبان تبان لك شي دريه دايزه لابسه شي لباس عاصره وتعجبك هذيك غتحمقك لان هي راه بنت ثقافه اخرى عندهم عقليه اخرى. انت هذيك اللحظه صافي زندتي وشعلتي ولكن ملي غتدخل معها للدار الزوجيه غتحمقك. اذا هذاك غيخلص ثمن غالي لان تزوج وحده عاجباه ما صالحاش ليه. اما خاصو ياخذ وحده اللي خدامه كتعاون امها وتعاون خوتها صباره وتعجبو شتي هذيك نهار اللي غايه غتركبو. اما الاخرى ما تركبوش تهرب وهو راه خص اللي يركبها وتركبو. شكون اللي غتركبك؟ الدرويشه. الدرويشه كتهزك وتديك لك تمريض الحمام ولا كذا ولا. اما الاخرى مسكينه راه هذا ما عندهاش الركابي باش تركب عندها هذوك بحال سميتو ذاك الجراده مال الحرجيله الصغار اش غتركب هذيك؟ هذيك عايز تحط فوق من الراجل تطرفك هي تطق تفرش. ناخذوا معنا محمد اخر مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السيدة الفضيلة سناء تنحييك. الله يبارك فيك. مرحبا سيدي محمد. الله يبارك فيك وكنشكرك لاله سناء على هذه الجلسة المعرفية. بارك الله فيك. الرفقة ديال الأستاذ المعلم بروفيسور. مرحبا سيدي مرحبا سيدي محمد. مبارك الدريبي الرجل. بارك الله فيك. الذي إذا تكلم أسمعت وأسمعت كلماته وإذا شرح أشبع وإذا وأمتع وإذا حاور أفحم وأقنع وإذا انتقد أوجع. لا اله الا الله احبك الله ورسوله سيدي محمد. انت بعد عندك الميزان الثلاثي. ولا بالضبط. الميزان الثلاثي العبري. وابارك لك السيده الفاضله سناء ولنساء المغرب باترجعي بمناسبه ديال 8 مارس وادامكن الله تيجانا فوق رؤوسنا وايضا لكل الامهات اللائي احتفلن بعيد الام في نفس الشهر. فمن له ام فهو يتربى على عرش الدنيا من حيث لا يحتسب.
لا إله إلا الله. إذن فريق صالح الجميع مع قلوب الأمهات. وعلاقة بتيمة اليوم فالمجتمعات كتختلف يعني اختلاف جوهري في الطباع في السلوك في الذكاء وفي الثقافة وفي البيئة وفي العادات وفي التوسع ديال الحواضر أفقيا وعموديا وفي النظرة أيضا للعالم والأشياء. وفي رأينا الذي يحتمل الخطأ يعني ربما الإشكالية كتمحور حول فكرة الموت اللي كيسبقها الإنسان. هذا الموت هذه اللي كتنهي الكبرياء الفارغة ديال الإنسان وكيقول النبي يعني في حقها لولا ثلاث عليه الصلاة والسلام لولا ثلاث ما تأطأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض والموت وإنه مع ذلك لوتاب الإنسان. إذن كيف كيوقع التخدير كيف ما قال الأستاذ كيوقع التخدير الكلي للإحساس ومن ثم يعني إدارة الظهر للوجود والتبخيس ديال الذات وراه سماها الأستاذ يعني سابقا بلادي بخيسياسيون وكيوقع يعني انحصار وكتكون يعني انحصار بين الحدود الضيقة وإقدام لا سمح الله على وضع حد الحياة. أنا عندي واحد تساؤل إذا سمحت لي أستاذ. تفضل أستاذ محمد. إذا تفضلت أستاذ يعني كيفاش كيستقبل جهاز نفسي وكيتعامل وكيقبل بتخريجات يمكن أن تصنف ضمن يعني الخانة ديال الانتحار بحال مثلا الظاهرة ديال الموت الرحيم اللي هي الاوتانازي كيف ما كتعرفوا أو للظاهرة ديال الكاميكازي اليابانية أو للوقوع تحت التأثير السحري الأيديولوجيا. ومع الشكر والجزيل لا شكرا شكرا لك بزاف محمد بن خليفة على تواصلك معنا. غادي نتوقفوا مع آخر فاصل إعلاني ونرجع بروفيسور ونجاوبوا محمد مشكور من خليفة. تفضل بروفيسور. السؤال ديال سي محمد أنه كاين أمراض عضوية بحال الليبوس هاد الأمراض الخلايا ديال جهاز المناعة كتهاجم الخلايا ديال الجسم الإنسان وهذا الاضطراب هذا العلم ملقاش ليه تفسير فكتسمى الأخطاء الفيزيولوجية والكيمياء في حقيقة الأمر مش أخطاء كذلك في الكونسير المرض الخبيث كيولي الجسم ديال الإنسان كيصنع خلايا وهذيك الخلايا كتهاجمه. هاد الصيغة ديال الدمار والصيغة ديال التدمر عندها علاقة وطيدة بصيغة الطاعة. شتيت ضعف الإنسان يريد أن يطاع. ضعف ديال الشخص كيبغي أن يطاع. فهنا هذاك الشخص الكاميكاز ولا الانتحاري هذاك واحد الشحنة ديال القرار كياخد إنسان واحد الشحنة ديال واحد القرار كيدخل في شبه أمنيزي بحال ملي تيكون الإنسان في واحد لحظة النشوة. علاش دابا هو العالم الغربي كله معتمد على صيغة المتعة البليزير بشكل مطلق احنا عندنا موجوداش كاع قليلة وهما في مجتمعاتهم بشكل كبير فالنشوة ملي كتكثر كتسكر غير النظر تشوف في بعينك تشوف شي مهرجان تسمع شي موسيقى تشوف اشياء بكثرة تنشويك انسان كيدخل بحالة ديال بحال كيسكر بحال كيترفع فهذيك اللحظة كيقدر الانسان يدير شي افعال اللي ما يطيحش على البال. كذلك الحيوان المفترس ملي الذئب كيمشي يصيد واحد الغنم ولا وما عندوش القدرة ما خصوش يفترسها قدام البلاصة اللي فيها الراعي لان شاف الراعي يقتلو. تخيل النظرة ديالو ملي كيشوف فيها بواحد الشراسة تيفزعها واحد الخوف حتى كيزول ليها القدرة على اتخاذ القرار بحال كتجمد فتيعضها غير واحد عضة خفيفة وكيسوقها تيديها كتبقى غير تبعها حتى كيخبى تحت الشجرة كيفترسها. فهاد التركيبة اللي كاينة في الحيوانات وحتى في البشر انه ملي كنفوتوا واحد الحد العقل كيفقد القدرات ديالو كيبقاش خدام. فعلماء اللي كيدرسوا السيرفو تيعرفوا بان العقل تيغلط تيعرفوا بان العقل ما كيدركش كل شيء وراه عنده قدرات نسبيه مؤقته. القوه فين كاينه؟ ما كايناش في الجسم ولا في العقل ولا في النفس. القدره كاينه في الروح ولكن قليل القليل اللي تيعرف يغذي الروح الغذاء الصائب. علاش تكلمت على ذاك المبدا ديال الذكاء
الروحي الانتليجنس سبيريتوال. شنو هو الذكاء الروحي في الفكر الاسلامي؟ ان شاء الله قريب واحد كتاب موجودو في هذا الباب. هذا هو ان الفكر الاسلامي عندنا بحال النجوم في السماء، عدد الافكار والمعطيات الفكريه اللي موجوده في القران والسنه عدد واكثر من نجوم في السماء، يعني واحد الكم شاسع. ما يمكنش للواحد بلا ما يدير خريطه يعرف التركيبه ديالو، قصو خريطه. وما عندكش خريطه وحده، خرائط، خريطات بزاف ديال الخرائط. فكاينه خريطه للدراسه، خريطه للزواج، خريطه للعباده، خريطه للفتنه، خريطه للعمل، خريطه للتعامل، خريطه للتامل، خريطه للتفكر، خرائط ومتحركه. سيدره الذكاء الروحي اللي عندنا في الاسلام. شتي النهار اللي توضع هاد الخرائط، دابا حنا ما كنعلموش بهذا الخرائط، كنعلموهم واحد الافعال، غدير هكا غدير هكا صافي. ولكن السما بالنجوم ديالها ما بقاش كيستغلها، ولا كيستغل واحد العدد منها. والله قال لنا وكل في فلك يسبحون، بمعنى راه حنا كنمروا في السماء تحت الافلاك متعدده. فلا مشيتي جعلتيني نكرر فقط الافعال ديال السلف الصالح، هما في وقتهم ما شافوش هاد النجوم هادو، ودابا انا في وقتي كنشوف فيهم، نستغل ولا ما نستغلش؟ هما ما شافوهمش باش يعطوني خريطه عليهم. اذا انا خصني نشوفهم ونقول هاد الاتجاه لهاد الخريطه اللي جمعتها مع هادي هي اللي كتسمى ملي كيكونوا في لوزين ديال الزودياك تيديروا واحد الرسومات في النجوم. فعندنا لو سين ديال السمك، عندنا لو سين ديال الوحل، عندنا فهاد الحمل، عفوا الواحد اللي راه كاين في البلده. فملي كيكونوا هاد الرسومات تيمكنوا هذاك العالم الفلكي باش يخرج معلومه كذلك عندنا في الذكاء الروحي. فالنفس بوحدها هي مطيه هائله، بحال واحد الدب، بحال واحد الديناصور، بحال 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 كيقهره جوج حوايج، الجوع والخوف. فالنفس ملي كتخاف وملي كتجوع كتلوح الشخص اللي مركباه، على شحال من عود لحموا له في الحافه، علاش شحال يكون مولف وشحال من عام، ولكن من العود خبارك ما كيقدرش على العلو اللي كيقد عليه راه البغل والحمار. العود علاش المسلمين في الفتوحات وصلوا حتى لي زالب وما قدروش يدخلوا المنطقه ديال لي زالب والبيغاني من جهه تولوز، راهم وصلوا لاسبانيا الاندلس، ولكن ملي وصلوا لجهه لي بيغيني ولي زالب انهزموا، لان الخيل العربيه ما مولفاش لعلو، كدوا الحمير كغلبوا، لكن ما داوش الحمير داوش المغارب. شوف والعاود اللي عليتيه كيدوخ كيفقد القدره ديالو يطيح لك من العلو. سولوا الناس اللي كيديروا الفروسيه راه عارفين القايد. كنشكر كل المستمعات والمستمع الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح. حلقه اعاده ابتداء من 12 الليل حول الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم، ظاهره الانتحار عند الكبار. لكم تحيه كل من سعيد عقل في الاخراج البرمجه الموسيقيه وسميحه الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه، وخليكم دائما اوفياء. الميد راديو الاذاعه القريبه منكم.